اهلا وسهلا بالساده المشاهدين اللي بيتابعوني على قناه دريم، القناه الام في الوطن العربي. كل عام وحضراتكم بخير، عيد الاضحى المبارك. احنا من مطبخ دريم عندنا طبعا مكلفين ان احنا نعمل حاجه حلوه في رمضان لحضراتكم، لان احنا بنحبكم قوي كل اللي بيشاهدوا قناه دريم. فتعالوا مع بعض في وقت البرنامج بتاعنا المميز جدا جدا، ازاي نقدر نستقبل العيد مش باللحمه وبس، كمان بالحلويات. ما هو طبيعي العيد عيد لحمه، الباب هيخبط نلاقي الكيلو اللحمه، نلاقي حبايبنا باعتين اللحمه، ودي طبعا كرم المصريين وكرم كل الاخوه العرب. ولكن كمان نعمل شويه حلويات علشان صله الرحم، وعلشان حبايبنا اللي هيجوا يزورونا، ومامي وبابي وحماتك واهلك وقرايبك، فنعمل حلويات في البيت. هي ده بقى البهجه بتاعت العيد. طبعا العيد الصغير بيبقى فيه كحك العيد، اما العيد الكبير بنعمل حلويات كده تعتبر حلويات بسيطه وسهله وبعيده عن الدهنيات، لان كمان اللحم بتاع الخروف او العيد هيبقى مليء باللحم والدهون والحاجات دي كلها. فانا جاي على بالي النهارده نعمل حلو برده جميل جدا اسمه زنود الست. زنود الست ده من المطبخ الشامي، اللي هو عباره عن عجينه جلاش بنحشيها قشطه او مهلبيه، وبعد كده بتتسقي شربات او تتقدم مع سكر بودر، وبتتزين بمربى الورد. مربى الورد دي مربى جميله جدا بنزين بها الحلو. وهنتكلم عن مجموعه حلويات ممكن نعملها قبل الوقفه، قبل العيد بيوم وهكذا، قبل العيد بيومين، ونجهزها في بيتنا لحبايبنا الحلوين اللي هيجوا يزورونا ان شاء الله ويعيدوا علينا. فجينا النهارده نعمل زنود الست. زنود الست هنشوف مقاديرها بسيطه جدا، وانا حاطط في الاعتبار تكون الحلويات ديت الماتيريال بتاعها او المكونات بتاعتها موجوده في المطبخ، لان الموضوع مش مستاهل. ليه؟ الموضوع مش مستاهل لان احنا شارين خروف وعندنا لحمه العيد، فنروح بقى نشتري يا شيف بقى حاجات تكلف نفسنا تاني، لا احنا عايزين نعمل حلويات اللي موجوده في البيت. عجينه جلاش، شويه حليب، شويه نشا، شويه سميت، والمربى الورد البديل ليها اي نوع مربى، او ان احنا نحط قرفه ناعمه على الوش مع سكر بودر. حلو الكلام كده؟ انا حبيت اقول المقادير، وكمان من بساطه المقادير انا بقولها كده مع بعضين. عجينه جلاش ودي موجوده عندك في الفريزر او هتشتريها. 2 كوب من الحليب، شويه سميت على شويه نشا، هنعمل مهلبيه حلوه قوي. ومعانا السكر، ومعانا مربى الورد بديل لها اي نوع من انواع المربى، او القرفه الناعمه والسكر البودر. واحنا شغالين هنتكلم بالمهلبيه اللي انا هعملها، نقدر ان احنا نعملها مع فروت سلطه جميله جدا. واحنا محتاجين شويه فواكه حلوين في العيد طبعا، علشان اللحمه بتاعه الخروف ان احنا يكون عندنا فاكهه في البيت. فتعالوا مع بعض نعمل ازاي المهلبيه اللي هنحشي بيها زنود الست. معايا حليب بيغلى على النار. ميزه الحلو ده صوره مفتوحه، يعني ايه؟ يعني نقدر نلعب فيها زي ما احنا عايزين. الفليفر ممكن يكون بالحبهان الطعم العربي الاصيل، الفليفر ممكن يكون بالقرنفل جميل جدا، ممكن بالفانيليا، ممكن بالقرفه الناعمه، ممكن بميه الزهر. ليك الاختيار هنا بقى مع الحليب اللي هتضيفيه. شفتوا بقى ميزه الحلو ده؟ يعني ممكن اكل الحلو ده كل يوم بطعم مختلف. وهو ده الكلام، انا عندي الحليب بيغلى على النار، احط عليه شويه ميه زهر، خلاص هو كده خد طعمه ميه الزهر. ما ينفعش احط فانيليا، فانيليا دي نحطها دايما في الحلويات اللي فيها بيض، يعني دايما الكيكه والبيض، الفانيليا والبيض مع بعض في الكيكه دول مرافقين، يعني بص البطل والظل بتاعه. فده موجود كمان المهلبيه اللي انا عاملها بمربى بميه الزهر ومربى الورد. انا عندي حطيت حليب وحطيت عليه شويه ميه زهر، اصبحت انا بشم ريحه ميه الزهر جميله جدا. هاجي هنا ازود السميت والنشا. حلو، البعض بيعمل المهلبيه بالنشا بس، نشا وسكر، حتى الرز بلبن برضو في العيد مطلوب. فانا جه على بالي اننا نضيف شويه سميت للمهلبيه بتاعتي. السميت ده بيفكرنا بحلو مشهور جدا في لبنان اسمه ليالي لبنان. ليالي لبنان ده عباره عن حليب وسميته ناعمه مع شويه نشا، ونعمل مهلبيه وتتحط في طبق كبير، ونجيب قلوبيات. القلوبيات اللي هي ايه؟ لوز محمر او لوز منقوع في ميه شربات، معاه صنوبر، معاه فستق، كل انواع المكسرات، وبتتنقع في ميه شربات مع مربى مع ميه الزهر، وتاخد الطعم بتاع ميه الزهر وتتحط على الوش، وتتزين برده بمربى الورد، وممكن ان احنا نحط عليها قشطه زي ما احنا حابين وزي الفل، وبتتقدم في اكبر المطاعم واكبر المناسبات. فاحنا هي دي بديله ليها، فتعالوا نعملها مع بعض. هندوب النشا مع السميت الناعم. نشا تقريبا معلقتين اهمت زي الفل، هنحط عليهم معلقتين سميت، نشا وسميت الاثنين مع بعض.
حد هيقول لي ممكن نعملها بالنشا بس يا شيف؟ اه هتبقى حلوه قوي. ممكن نعملها بالسميد بس؟ لا مش هتبقى حلو. شفتوا بقى ازاي؟ ليه بقى؟ هتبقى السميد خشنه قوي تقيله، زي ما بتحط كده معلقه نشا على شويه الرز بلبن اللي بتعمليه. هل النشا اللي موجود في الرز مش كفيل ان يعمل رز بلبن؟ كفيل، بس في العاده لما بتعملي الرز بلبن بغير نشا بتحس انه خفيف. ولكن انا ممكن اقول لك على طريقه حلوه، عشان طبعا بتشاهدي قناه دريم، ازاي تعملي الرز بلبن في ايام العيد في المناسبات الحلوه دي بالذات. تعملي لك مثلا 30 40 طبق تخليهم عندك في الثلاجه، طبعا اطفال قرايبك الاولاد الصغيرين يحبوا الحاجات ديت، ما ذنبهمش ان هم مش بياكلوا اللحمه، طبعا شاف الخروب بيندبح فلازم برضو نعيد عليهم بالحلويات. فاقول لك ازاي تعملي شويه رز بلبن حلوين قوي. هتجيبي 2 كوب من الرز المصري، جميل خير بلدنا، حلو. تاخدي كوب من الكوب ده بعد ما تغسليه مره واتنين تطحنيه، تكسريه كده وتطحنيه بالكامله، والكوب التاني سليم، كوب سليم وكوب مطحون، وتحط عليهم كوبايه حليب وتخليهم على جنب كده ساعه زمن. هتلاقي الرز باش وفرز النشويات بتاعته وبقى جميل جدا. هتحطهم على النار مع 3 كوبايات من الحليب مع كوبايه سكر حسب الرغبه. ولادك بيحبوا السكر كتير في الحلو وكتري، بيحبوا السكر قليل وخاصة جوزك. وبعد كده تحط شوية ايه؟ فانيليا مع شوية مية زهر زي التحب. الله، شفت المهلبية؟ مهلبية ايه بقى؟ ملاش حل. خلصت المهلبية على طول، الحليب يغلى على النار، حطيت النشا مع السميد، طلعت معايا المهلبية زي الفل. طيب نشوفها مع بعض كده ازاي نقدم المهلبية دي كده. طيب بعد ما بيغلي الرز، احنا شغالين دلوقتي في الرز بلبن، بعد ما بيغلي الرز تمام بناخده بنحط معلقتين نشا على الرز، او ان احنا ما نضيفش نشا حسب الرغبه. شايفين دي المهلبيه اهي، اساتذه المصورين اهو ده، شايفين اللون ده؟ انا عامل هنا مهلبيه بالنشا بس، دي مهلبيه بالسميت والنشا اهي قدام حضراتكم. الطبق ده جامد جدا، ده ليالي لبنان بالمناسبه بالشكل ده كده. بتحط في التلاجة بعد ما يبرد كويس، بنجيب المكسرات اللي هو اللوز والصنوبر وعين الجمل والفول السوداني اللي موجود، زبيب بيمشي الحال، ويتحطوا في مية بشربات مع شوية مية زهر. لما بتحط المكسرات في المية بيتنقعوا لمدة ساعة، بتلاقيها باشت كده وشكلها حلو، تتصفى كويس وتتحط على الوش مع مربة الزهر، تبقى جميلة جدا. عشان نفهم احنا شغالين مع بعض ازاي، حلو؟ طيب وده نوع حلو من غير أي حاجة، عايزين نزينه، هنزينه بمربة الزهر. ادي مربة الزهر دي موجودة في المحلات السورية، جميلة جدا، تحية كبيرة ليهم وكل سنة وهم طيبين في بلدهم التاني مصر، شيء عظيم والله. شفنا حاجات جميلة، طبعا ده بيرجع ليه؟ ان احنا حضارات الشعوب بقى، ان احنا بننتقل من بلد لبلد. يعني كل ما بروح واحد مثلا مصري بيروح السعودية تلاقي أكلة الكشري، فبيعرف اللي الجيران بيحبوا الكشري، ملوخية بالأرانب وهكذا. هنا مثلا المجدوس اللي هو البتنجان محشي عين جمل، مربة الورد، شايفه ازاي جميله؟ اهي زي الفل اهي، تحط على وش المهلبيه كده والطبق شكله جميل، نقدمه كده في العيد زي الفل. وده حلو، يعتبر ده حلو كمان من حلويات العيد. عايزاه يبقى احلى من ده وتبقى انت احسن من الشيف المغازي؟ هقول لك على حاجه حلوه، عارفه الفستق الاخضر الحلبي؟ جيب شويه فستق كده، معلقتين فستق وبالكوبايه، تكسريهم وحطهم على الوش، خلص الكلام. يبقى عندك هنا حلو ملوش حل، واخد اللون الاخضر مع البياض بتاع المهلبيه مع مربه الورد، اوعى وشك. انا عملت طبق حلو بالمناسبه طلع معايا. عندك قشطه في البيت، عندك عجينه جلاش، انا بقول لك بوريك ازاي المطبخ ماشي معاك. العيال كلوا، ولادك ربنا يديهم الصحه يا رب، وضيوفك اكلوا من الحلو ده يومين، فباقي في التلاجه اللي هو موجود معايا ده. ادي المهلبيه موجوده في التلاجه. شايفة ماسكة نفسها ازاي؟ مسكت نفسها. هعمل حلو تاني خالص من نفسه، بس باسم تاني خالص، اسمه زنود الست. زنود الست ده عبارة عن عجينة جلاش والحلو والمهلبية اللي معايا دي، تعالوا نعمله مع بعض. يلا. شفت ازاي بقى؟ يعني إذا ممكن تعملي الحلو ده النهاردة بشكل وبكرة بشكل تاني خالص. هنعمله ازاي؟ أهو. إحنا برضو عشان برضو اللي بيشوفنا دلوقتي وبيتابعنا على قناة دريم، مش قصة إن إحنا بنوفر، قصة الفكر. وان انا ازاي اعمل حاجات حلوه جميله وبفكر جديد وكمان بطعم تاني خالص
وهي نفس الماتيريال اللي موجود عندنا. حلو الكلام؟ حلو الكلام اهو. مطبخنا نظيف وزي الفل، واقفه في المطبخ كده السله عشان طبعا عيد، كل سنه وانتم طيبين. مطلوب مني ان انا اروق البيت، مطلوب مني حاجات تانية كتير، وكمان مطلوب مني ان انا نستقبل ضيوفنا في العيد، لان العيد مش عيد لحمه وبس، كمان صله رحم. نعيد على بعضينا ونسامح بعضينا. ادي عجينه الجلاش، ودي موجوده عندك في الثلاجه زي الفل. هعمل زنود الست دلوقتي وانا شغال. ادي العجينه، باخد رقه كده منها احطها كده، واخد التانيه دي كده عليها، واخد شويه من المهلبيه اللي عندي الجميله الحلوه دي كده، ممكن يكون فيها طعمه الفانيليا. الله، البعض بيحط شويه مربى الزهر معاها زي احنا حابين كده، والفها كده. الحلو ده انا بعشقه، خاصه لما احمرها في السمنه البلدي دلوقتي، وتطلع من السمنه البلدي يا ابو الشيف على ايه؟ على الشربات. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ايوه، خلي دي هنا كده. يلا، ادي كمان واحده زي الفل. تخيلي بقى لما ناكل كبده الخروف والحلويات بتاعت الخروف، ونحل في الاخر بقى ايه؟ بواحده من دولت. الله، ادي العجينه براحتها كده، واحط شويه ده الطعم، وبعد كده طعم اهوت زي الفل. قشطه من القشطه اللي انا عاملها عندي، قرفه ناعمه. ركزي معايا انا بقى اشتغل اهو. حلو كده، وده طعم تاني، دي فيها مربة الورد ودي فيها طعمة القرفه اهو. الطعم ده واحنا بناكل بقى هنلاقي طعم مختلف. يوم الضيوف عندك يلاقوا يقول لك دي طب مش طعم ديت، يبدا النقاش هنا والحديث من خلال الموضوع دي طعمها غير ديت. تقولي بقى ايه مهاراتك بقى، انك تتابعي طبعا قناه دريم، تشوف الشيف المغازي بيحط مع الحشوه مره قرفه، مره شويه هيل ناعمين، مره شويه قرنفل ناعم اللي هو المسمار، مره نوع من انواع المربى زي اللي انا شغال بيها دي كده، مره تانية شويه مكسرات فستق يبقى جميل جدا جوه الحشوه، وهكذا. طبعا الاخوه في الشام حبايبنا بتتعمل بالقشطه بس، تطلع من الشربات او بعد التحمير تنزل على الشربات عشان نفهم، وتتزين بمربة الورد. انت بقى غيري منها، لان احنا قلنا المطبخ له دستور وله قانون. المطبخ ايه؟ ان احنا نبدع ونفكر وازاي نعمل حاجه حلوه بطعم مميز جدا. دي ما فيهاش اي حاجه خالص، مهلبيه وبس. لفيتها اهيت. الله، ممكن دول تعملهم من بالليل وتخليهم فين؟ في التلاجه زي ما هم كده، بس ما تحطوش في الفريزر. ركز مع بعض كده، دول ما يتشالوش في الفريزر خالص، زي ما هم في التلاجه. تاني يوم الصبح نحمرهم وتقدموهم سخنين كده، فطار الصبح. كل الناس بتفطر كبده وحلويات الخروف، انت بقى فطاري جوزك زنود الست. حلو الكلام، محشيه قشطه، احلى فطار، فيها البروتين، فيها السكريات، كل حاجه حلوه. اخر واحده كمان عشان يبقوا خمسه، نلفها كده. طب دول هنقدمهم ازاي يا عم الشيف؟ سهل قوي، ان احنا نلف العجينه كده وعملنا. حلو، دول خمسه، نشيل بقيه العجينه، وده اللي يهمني اكتر من اللي انا اعمل دلوقتي. خلصت خمسه انا وجوزي واولادي زي الفل. العجينه معايا اهي، ما تترميش، دي سعرها غالي شويه، واحطها في الكيس تاني اهو، وهربط الكيس كده. تتحط في الدولاب او في الضلفه بتاعه الفريزر، مش في الفريزر نفسه، لان جاي عليك لحمه عيد كتير، ولو حطيت لحمه العيد عليها هتتكسر. شوف انا بنتكلم البساطه، سهوله، واحنا مع بعض في باب التلاجه، لان جاي عليك ايام العيد من البكب ان شاء الله كلها يوم الجمعه، هتلاقي الباب يخبط واللحمه ترف علينا كتير، فلو حطيت اللحمه معاك كسرت كده، خسرت عجينه، نخليها على جنب كده. تعالوا نعمل الحلو ده، نحمره. طاس على النار زي الفل، حط فيها شويه سمنه بلدي محترمين، خلي بالك بقى الحلو ده عايز سمنه بلدي 100 100، لان ده بقى ايه؟ من عشاقه السمنه البلدي اهيت. وادي المعلقه، بسم الله، ما تهزرش بقى، مش وقت هزارك خالص. انا هحط هنا ايه؟ معلقتين سمنه، يلا عز الفرن. ادي السمنه البلدي، حلوة.
وادي عجينه الجلاش بتاعتي اللي انا حفيت جواها قشطه. طبعا وانت واقفه في المطبخ هتقولي طب يا شيف احمد عايز اقفل العجينه ديت، اقفلها ببيض ولا انت علمتنا نقفل العجينه بالدقيق في السمبوسه في رمضان؟ لا خالص، لا دقيق ولا بيض، ولا تجيبي جنبها حاجه، انا لما الفها بخليها على الناحيه اللي انا قافل منها بالشكل ده كده. شوف ازاي اهيت اهي، بص كده اهيت تاني اهي. دي مهمه جدا على فكره، عشان لو انت ما عملتهاش كده هتفشل معاكي، لان اللي جواها قشطه. ونيجي هنا لما اجي احمر احطها كده على الناحيه اللي انا قافل منها. الله عليك، ما تستعجلش عليها واسيبها تتحمر بقى. العجينه هنا بتتقرمش، ما اقولكيش بقى، زي الفل. واسيبها تتحمر في نفس الطبق، بحط ورقه مطبخ كده. الله، حلو، هتتحمر هنطلعها. نيجي للتقديم، تتقدم بكذا شكل، وانت ليك الحريه هنا بقى تبدعي في التقديم وتبقى احسن مني كمان. التقديم ازاي بيتم؟ التقديم بيتم بكذا طريقه. بعد التحمير انا من الناس باكلها زي ما هي كده، بستكفي بالمهلبيه اللي جوه وبالقشطه اللي جوه بالسكريات اللي فيها وعجينه الجلاش. انا بتكلم عن نفسي يعني، ممكن ارش عليها شويه سكر بودر او شويه قرفه او زي ما هي كده سخنه. البعض ممكن يقدمها زي ما هي في الطبق عليها سكر بودر وقرفه ناعمه، اوعى وشك. البعض ممكن يقدمها في نفس الطبق ويغرقها بالشربات اللي هو ده اللي هو العسل، زي ما بنعمل مع بلح الشام كده والزلابية. ممكن البعض ممكن يقدمها زي ما هي مع مربة الورد وهكذا. حلو الكلام. تعالوا نشوف الحلو ده هنقلبه ازاي كده قبل ما ايه يفك مننا. اهو النار شديدة، حلو، انسى ان هي تفتح منك خالص. اهم حاجة واحنا بنحط اللفة من دول او الواحدة كده في الزيت بنحطها على الناحية اللي ايه اللي انا قافلها. الله، استاذ عبد اللطيف معانا مخرجنا الجميل بيقول لي ممكن نحشيها جبنه. جبنه بقى ممكن تتعمل جبنه، وده سؤال عظيم جدا بجد، واتمنى كنت حضراتكم تسالوه. والمخرج احنا كلنا فريق واحد. جبنه في الحاله دي ما ينفعش غير نوع جبنه واحد اللي هي الجبنه العكاوي اللي احنا بنعمل منها حلاوه الجبنه، ودي معروفه هنا برضو مع الاخوه السوريين. بتتجاب بتتقطع وتتحط في ميه، نسحب منها الملح، ناخدها بعد كده نفركها بايدينا، نحط عليها شويه شربات ونهرسها جامد ونحشي بيها العجينه دي. هي هتمشي الحال وتبقى زي الفل، بس تبقى العجينه الحشوه قاسيه شويه وفيها نسبه ملوحه عشان نفهم احنا شغالين ازاي. ممكن نعملها بالجبنه تبقى جميله جدا على فكره، اللي حابب ياكلها بالجبنه. حد يعملها بالجبنه الموزاريلا؟ ممكن بالجبنه الموزاريلا في حاله لما نخلط عليها شويه شربات. اهو. وحلو، بسيط جدا وحلو. عيد الاضحى جنب الخروف بتاعنا. اهو. شايف مستحيل تفك منك خالص اهي بالشكل ده كده اهي. لازم يتحمروا كويس. ناخدته مع النار شديده، النار شديده زي الفل اهي تمام. انا مستني بس ياخدوا وش، هطلعهم هنا وهقدم كذا واحده بواحده بالمربى، واحده بالقرفه، واحده بالسكر، واحده بالشربات، هدلعهم اخر دلع. هنجيب الاطباق كده زي الفل تمام. الله، واسالي جوزك بقى قولوا له عايز الزنود الست بالقرفه ولا بالسكر؟ شوف هيقول لك. تعالوا نعمل واحده كده بالشربات اهي، ولتكن دي مثلا اتحمرت اهيت بالشربات زي الفل. شايف ازاي نطلعها كده زي ما هي اهي؟ شفت بقى كده وهو قاعد بيقطع في لحمه الخروف بقى الصبح، كل سنه وانتم طيبين اهي. يقطع في لحمه الخروف، في العاده بنجيب له الكبده ياكل الكبده، لا انا هجيب له زنود الست عليها الشربات. يا ويلي عسل، ويا ريت بدل العسل الشربات ده يكون عسل فعلا حقيقي يعني. اهو ده شربات اللي هو عباره عن سكر وميه. الله، والخل الحلو ده كده. تعالوا نقدم واحده ثانيه بشكل ثاني، دي مع الشربات. جاي على بالي اكل واحده بالسكر البودر، بعشقها اهي زي الفل زي ما هي كده. اهو حلو قوي. نقدمها ازاي بالسكر البودر؟ ادي السكر البودر، اوعى هو ده الكلام. شويه قرفه ناعمين كده يا ويلي زي الفل. شفت الحلويات البسيطه؟ ما رحناش على محل بقى واسال حاجه وانت جاي هات معاك دسته جاتوه، لا خالص. الراجل مش ناقص بقى، طالعين من الاضحيه طبعا وجبنه خروف، فمش عايزين ايه نكلف نفسنا زياده عن كده. الله، دول بقى جاي على بالي اقدمهم مع ايه بقى؟
الله، القشطه هنا سايحه ملهاش حل، دي لما تتاكل سخنه جامده جدا. الله، تعال نقدم الطبق ده كده مع بعض، شوف الشيف هيقدمه ازاي. ده بقى ينزل كده، اوه لازم اسمع الصوت ده، الشربات ينزل عليه وهي سخنه كده. عندي عود قرفه جامد، الله عليك. عندك ضيوف بقى حلوين بقى، تدي لهم من الحلو ده الصبح، صبح عليهم بقى كده. اللهم صل على النبي، زي الفل. هو ده الكلام. شفت الحلويات بتاعتنا فيها بساطة وسهولة ازاي؟ نتكلم الصراحة واحنا في أيام مباركة وأيام جميلة جدا، واللي بيكذب بيخش النار. الحلو ده مش مكلف حاجة خالص، حليب وشوية نشا، معلقة سميد، ممكن نستغنى عن النشا، عن السميد، عجينة جلاش، عملت كذا نوع حلو على السفرة بتاعتك. التكلفة المالية المادية اللي جوزك دفعها ما يكملش 10 جنيه. عملنا نوع كذا نوع حلو بطعم مختلف، وفرصة عشان داخل علينا طبعا عيد الأضحى المبارك، كل سنة وانتم طيبين. ازاي نتعلم نعمل حلويات بسيطة وسهلة في بيتنا، ما نشتريش من بره. بره مش ضامنين ايه هي، المنتج ايه اللي جواه. العكس، لما تعملي حلويات في البيت بالشكل ده والبساطة ديت جميلة جدا. عملنا مهلبية بيسموه ليالي لبنان، جميل جدا، بس نحط له مكسرات، خد لقب ليالي لبنان. عملنا سدود الست بكذا طعم، بالقرفة، بالسكر البودر، بالشربات، بالعسل، بمربة الورد، وورد عليكم جميعا كل مشاهدينا طبعا اللي بيشوفونا على قناة دريم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكالعادة على قناة دريم يا رب عادة ما تتقطع بإذن الله، بنعيد على حضراتكم ولنا مفاجآت إن شاء الله في العيد. إزاي نشتري الخروف، وإزاي نذبح الخروف، وإزاي نقدر نعمل من الخروف الكبسة والرواق باللحمة، ونعمل كمان المقلوبة، ونعمل طبعا المندي باللحم الضاني الجميل الحلو، ما اقولكمش الرغيف الحواوشي بالمفروم بتاع الضاني. كل ده باذن الله تعالى هنشوفه مع بعض على قناه دريم، القناه الام في الوطن العربي. تحيه كبيره للشيف المغازي، لكل مشاهدين قناه دريم اللي انا بحبها. شكرا لكم.